بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الجزيره الرياضيه في كل مكان، اسعد الله مساءكم بكل خير. قمه القمم، مباراه الكبار، مباراه تجمع ما بين الفريقين الاكثر فوزا بلقب دوري الابطال، ريال مدريد صاحب 9 ألقاب وفريق الميلان صاحب 7 ألقاب هنا في ملعب سانتياغو برنابيو بمدريد، وضمن المجموعه الثالثه في دوري الابطال.